الحفاظ على الأمن مهام جديدة تعكف المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمحور دمتم رئيس جبن في محافظة الضالع على تنفيذها. فخلال اليومين الماضيين نفذت قيادة المعسكر عدة حملات إلى قرى مختلفة في المنطقة لاسترجاع أسلحة وذخائر وآليات عسكرية احتفظ بها بعضا من سكان المنطقة خلال عملية استعادة المعسكر من قبضة الميليشيات قبل أيام. هذه الأموال، هذه الذخائر ملك 25 مليون من اليمنيين، وأنا معي من يعني من ضمن واحد منهم، ولا لي حق أن أتصرف حتى بذخيرة واحدة. وعند سقوط معسكر الصدرين أخذتهم واحتفظتهم إلى اليوم وسلمتهم للجان المقاومة اللي كلفتهم المقاومة. يعني الروح الوطنية هي اللي دفعتك؟ هي دفعتني، وسوف نقدم زيد أنفسنا، مش نأخذ من حق الدولة، نأخذ لنا، لا يحقنا هذا الشيء. الأخوة الذي بادروا بإعادة المنهوبات الملك العام للدولة، وندعو الآخرين أن يقتدوا بالأخ الذي أعاد هذه المنهوبات أن يعيدها إلى أملاك الدولة. عملية استعادة الأسلحة تتم عبر لجنة مختصة كلفت من قبل قيادة المقاومة ومعسكر الصدرين، وتحظى إجراءاتها بترحيب المواطنين وتعاونهم. والآن كل المنهوبات سوف يعودون كل من كل القرى، وكل إنسان وكل المواطنين متعاونين، وكل الناس متعاونين داخل منطقة موريس صغير وكبير، انه كل انسان عنده حاجه بيديها من نفسه قبل ما تحرك لها اي طقم. قاموا بعمل وطني كبير، وقد تعاونوا مع اللجنه المشكله من قياده معسكر الصدرين باعاده المنهوبات، وكان لهم الدور الكبير ابناء المقاومه، وبالذات بعض القيادات السياسيه والحزبيه والقبليه، فقد شاركوا جميعا باعاده المنهوبات من المعدات، من السلاح والعربات والطقومات والاشياء المنهوبه من داخل المعسكر. فشكرا لكل أبناء المقاومة، شكرا لكل من شارك بإعادة المنهوبات، شكرا لكل من شارك بإيجاد الأمن والاستقرار داخل المنطقة. البحث عن أسلحة جرى تهريبها وتخزينها ببعض المحالف الجبارة وقعطبة ودمت خلال سيطرة الميليشيات على المعسكر مهمة أخرى تقوم بها المقاومة ضمن عمليات إعادة تأهيل المعسكر وترتيبه من جديد. أمر طبيعي أن يشكل الجيش لجنة لاستعادة المنهوبات بعد حرب أكلت الأخضر واليابس، ولكن أن يبادر المواطنون في منطقة موريس باستعادة ما أخذوه من أسلحة وذخائر إلى معسكر الصدرين، فتلك حالة نادرة تنفرد بها محافظة الضالع من بين المحافظات المحررة من ميليشيا الحوثي وصالح. نصر المسعدي، قناة سهيل، محافظة